السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على حفيظ الراجي، وين نتكلم على الحل الوحيد يعني امام محرز للوقوف يعني لتوقيف الضجة، يعني ضجة غيابه عن المنتخب الوطني الجزائري. كان لا ضجة لا والو، المدرب ما بغاش يهدر الصح، رغم ان الناس ساكته، الناس من دارنا كيما يقول لك نقولوها ونعاودوها، يعني ما بغاش يجي، ما بغاش يلعب تحت المأموريات تاعو. صايك ما تالي كاع، ما كان لا منا لا من الناس كاع على بالهم، وصايك ما بغاش يلعب تحت المأموريات تاعه. هذه راهي تجر من نهار كيسموها من نهار جيبوتي، من نهار جيبوتي لي الناس كنا نتفرجوا قلنا كو يخرج دروك يحبس يبرد الامور، يخرج دروك كيما تيرا بيناتي مركها يقولوا له اخرج ويدخل ديلور في بلاصتها. ولا نهار جيبوتي مين قلع البيناتي البوله قلعها المحرز زراع الوخر، انا نديرها هاي من فما كان جايه تجر حتى طردت. كانت الناس كانت كاع الناس كانت مبروك يا كلش بسبب كأس العالم، الناس قال كانت مبروك. روحوا حاوروا، روحوا حاوروا في غولي يخبركم، روحوا حاوروا في غولي، في غولي على قالكم كاش لي يهدر معايا ومكاش لي عيط لي ومكاش كلشي يحبس تربحوا على بالنا اش كاين في غولي. مشي رسلوا له هكا، رسلوا له باش يجي يلعب، لا في غولي رسلوا له باش غير يلقى الجواله بعد ما تاكدوا، ناس تاكدت باللي محرز ما غاديش يجيه. وين اتصل مع فيغولي غيباش هكا يجي برك اتصل بالو منا ارواح وصايك خاطش على بالنا غادي يدخلوا ناس يقولك انت كنت بيناتهم في التليفون، على بالنا شحال خطره. كيما نهار اللي قلت لكم بلي محرز ما غاديش يجي، قلتولي انت كنت بيناتهم على بالك شكاين يا ودي، حنايا ما نعرفوش، عرفوه غير نتوما. هضرتكم راهي تخرج، راهي تخرج صحيحه، رانا نشوفوا في هضرتكم راهي تخرج صحيحه، ولا الافكار تاعكم ما يخرجوا صح. حنا رانا نكذبوا عليكم، حنا رانا نكذبوا عليكم برك، هذه هي. وين على بالنا الشكاين وين في غولي ما بغاش يجي فانيك، في غولي ما بغاش يجي، قال له لا، قال له انا راني ما بغاش يجي هو صايك ما نزيدش، قال له سي بون صايك دعواي حبست عندي حادثه يا حادثه، نجي انا نجي يعني نجي نلقى الغاشي، ولا اروح نلقى الغاشي، اروح طلع لهم المورال، ما صاي مانيش لعاب ما تعرفنيش انايا. ماشي كيما نهار بوركينا، نهار ربحنا الكاميرون في الكاميرون عاودت ولات، ولا المرض تاع العظامه، ولا ارسلت خليه يجي، ارسل لفلان يجي، ارسل لفلان يجي، ارسل لفلان يجي، ارسل لفلان يجي. الزوين راه بعيد، راه بعيد ما نعيطلوش يجي يحضر، ما نعيطلوش يجي يحضر، راه بعيد يتفرج في التلفزيون كي هو كي صحابه، يجيبهم دخلوا للسطون وراه واقف وراه بدنا. وين اقترح معلق رياضي حفيظ الراجي على النجم مانشستر سيتي ان يحضر لتشجيع زملائه في المنتخب الجزائري من المدرجات ملعب 5 جويليا في مقابلة السبت المقبل امام اوغندا. وقال الراجي في مقال نشره على موقع العربي بوست انه من حق جماهير كرة القدم في الجزائر ان تلقي اللوم على محرز بسبب غيابه عن تربص المنتخب بداعي الاصابة اللي مكاش كاع. بصح انا نحترمك حفيظ الراجي، انا نحترمك بزاف بزاف، بصح انا ماذا بيا كنت تهدر الحقيقه، خاطش الحقيقه راهي عندك، انا نقول لك باللي الحقيقه والله لا راهي عندك، انا كي نحلف لك نقول لك واش راك عارف والله لا راهي عندك الحقيقه. خاطش شاهدنا يامس فريد معطاوي صحفي تاع الثقافه وين قال لهم شكون اللي يبين لنا باللي المدرب عيط دار استدعاء المحرز؟ واه دار له استدعاء، خاطش محرز خرج في البيان عنده قال لهم نتاسف لعدم حضوري التربص، واه دار له استدعاء، مام لونترينر هدر. هذه هي، انت بيتجو بيتغلطوا الراي العام، والفتوا تكذبوا على الغاشي، خاطش الكذب يمشي اكثر من الحق.
بصح نقولها لكم الكذب طريقو كثيره والحق للدائمه. هذه اللي بدا نقولها لكم، هذه اللي بدا نقولها لكم، استو ما فهمتوهاش. الكذب طريقو كثيره والحق للدائمه. عرفتوا الناس اللي كذبوا هذوك تاع البارتيات التعاود حقائق وروحوا نعطوكم الدوسيات وروحوا منا، راهم يتقلبوا كلفة. باقي صفه تاع بنادم بصح يتقلب كلفة. لكن يبقى بامكان محرز رفع الحرج عن مدربه وعن زملائه لو يتنقل الى الجزائر السبت المقبل لتشجيع المنتخب في خرجته الاولى بعد اخصاء من مونديال قطر. يضيف الاعلامي: انا فاني كنقول لك حافظ دراجي ماذا بيا محرز يروح لطنجانيا يسيبورتيهم. وحسب دراجي فان رياض محرز يبقى العنصر المهم في منظومه اللعب. المدرب مؤكد انه سيعود الى المنتخب في وقت قريب لخوض استعدادات الخوض لمنافسه على اللقب الافريقي في كوت ديفوار يعني 2023. محرز يصدر اول تعليق على قرار اعفائه من مباراه اوغندا وتنزانيا. وفي 27 ماي 2020 اصدر قائد الفريق الوطني كره القدم رياض محرز اول تعليق على قرار اعفائه من مباراه اوغندا وتنزانيا المقبلتين. وتاسف قائد رياض محرز عن في منشوره له على صفحته الرسميه عبر انستغرام عن غيابه في مواجهتين قادمين ضد اوغندا وتنزانيا. وقال محرز في منشور: انا حزين جدا لعدم مشاركتي في مباراه قادمتين لمنتخب بلادي، لكن ساكون خلف إخواني ورفقائي إن شاء الله، شكرا على دعمكم. الفاف ترد على الجدال بشأن غياب محرز بمنشور عاد وين عاد سريع الرد عد سريعا عد قالوا له عد سريعا الرد الاتحادية يعني يوم الجمعة بطريقة غير مباشرة على الجدال بشأن سبب غياب قائد محرز رياض محرز عن مواجهة أوغندا وتنزانيا، متمنيا له الشفاء من الإصابة والعودة إلى صفوف الخضر. ونشرت الفاف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي منشور جاء فيها: نتمنى الشفاء العاجل للعاب رياض محرز، عد سريعا إلينا. وأعلنت الاتحادية في بيان لها الخميس غياب قائد الخوض عن مواجهة أوغندا وتنزانيا، وهذا بعد استلامها رسالة من إدارة نادي مانشستر الإنجليزي مؤكدة عدم جاهزية محرز لخوض مواجهتين. ودعمي أروح أقول لكم مانشستر سيتي راهي هدرت على لابورت ذاك إسبانيولي، أنتم أضربك راكم تقولوا باللي رسلوا لنا تقرير بينوه. مانشستر سيتي ما دارتش على محرز، دارت على جوار اللي راه مبليسي، ما دارتش على محرز خويا. بينونا بينونا في تعتبر الحقيقه هذه هي. حنا على بالنا بلي ما راش مبليسي، وعلى بالنا بلي مشي باغي يلعب تحت هذا المدرب. هذه متالي كاع نقولها لكم، لا كاش الامور من قدام تسقمت شويه بالك المياه تعاود تولي. خاطر هذو الامور يعني يهلكوا المجموعه هذه. هذا صوالح مادام ديلور خائن محرز لا فلان خائن راخر مشي خائن، هذه تهلك المجموعة كيما هلكت المجموعة في قطر. مجموعة لأن هلكت في قطر وزيد في الكوب دافريك وين كانت خيانة، كانت كاينة خيانة وين لليوم الناس ما تنجمش تنتقد محرز، ما ينتقدوش محرز. أنا شفت كمال مهوي قال لهم لا من حقه، خاطش كاين ناس ما ينتقدوش محرز، خاطش على بالهم باللي على بالو كو يهدر دب هكا شايلها دب يسمعوا بها السكان تاع القمر يسمعوا بها. أبو جهل يهود يقول لكم أنايا هذه ما خممت لهاش. واش داروا واحد البومبا؟ داروا بومبا في طوع شرف الدين عمارة يخرج من الباب الضيق ويعاودوا يردوا رئيس السابق زتشي فوق حصان ابيض وبرنوس ابيض ويقيس في الورد الغاشي، لكن حدث العكس، حدث العكس. هذه متالي كاع نقولوها لكم، هذه الحقيقه، هذه بلادي نهدر، غادي نقعد نهدر. واللي يشوف باللي شوبير راه طايق على شوبير باش يسكتو مرحبا به، هذه هي. هضرو من التالي كاع باش ما يكون باش ما تغلطوش.